معي عبر سكايب من بون الألمانية رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد جاسم. إذا اختلفت الأسباب فيما يتعلق بالهجرة، نتحدث عن انعدام الأمن الغذائي وفق برنامج الأغذية العالمي، حروب، نزاعات، الأسباب تتعدد، ولكن الأحداث هي نفسها. نتحدث عن شواهد عن الأرض، على الأرض، أرقام وحالات لهؤلاء الضحايا وتحذيرات. هل نتحدث هنا عن أي جهود تجعل المشهد مختلفا قليلا، رغم أنه واضح يعني نتحدث بالعكس عن أرقام مضاعفة لضحايا الهجرة غير الشرعية؟ ما يتعلق في دول الاتحاد الأوروبي، يعني بالرغم أنه سياسات دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها ألمانيا خلال عام 2017 وأواخر عام 2016 تغيرت اتجاه اللاجئين، وكان هنالك ارتداد حتى في سياسة الباب المفتوح في استقبال اللاجئين، لكن هنالك أيضا رهان على استثمار المهاجرين واللاجئين إلى دول أوروبا ومن ضمنها ألمانيا. ألمانيا كانت تحتاج تقريبا إلى كمعدل من المهاجرين إلى 100,000 تقريبا سنويا في سبيل الحصول على يعني أيدي عاملة، وكذلك يعني من الموارد البشرية التي تشترك في قطاع الخدمات، وكذلك المان باور، إضافة إلى الأعمال الإدارية، إضافة إلى أعمال يعني في إدارة الشركات والخدمات، وكذلك القطاع الطبي. فإذا بدأت هذه الدول تحاول أن تستثمر أو تستفيد من الطاقات يعني الموجودة لدى المهاجرين في سبيل دعم اقتصادياتها. نعم. طيب كيف سيساعد هذا على الأقل في الفترة المقبلة، بما أنه نتحدث عن طبعا إمكانية وموجود على الأرض وجود مهاجرين كثر، كيف ستساعد هذه الاستراتيجية للدول هؤلاء المهجرين؟ بالتأكيد هذه السياسات ضمن باب التكامل الاجتماعي والاندماج الاجتماعي في المجتمع تعتمد هذه الدول على برامج، وهذه البرامج تقوم أساسا على موضوع اللغة وكذلك العمل، وخاصة في دول أوروبا يعني غير الناطقة باللغة الإنجليزية يعتبر صحيح. عامل اللغة عامل صعب يعني من جدا التحديات ويعتبر وفق متابعتكم بهذا الموضوع تحديدا الذي ذكرته سيد جاسم بموضوع التأقلم والاندماج مع المجتمعات الغربية اللي يبقى لها تحديات كثيرة، طبعا نتحدث عن اختلافات عادات وتقاليد واختلافات جمة بالتفاصيل وبالأشياء بالأخرى، يعني انطلاقا من اللغة. كيف تتابعون موضوع انسجام ومحاولات المهجرين بهذا الإطار، جهودهم؟ هنالك صعوبة في موضوع اللغة خاصة في الدول الغير ناطقة باللغة الإنجليزية، على سبيل المثال ألمانيا تعتبر يعني تحدي كبير. هنالك كفاءات علمية إلى المهاجرين وخاصة من سوريا، هنالك أعداد خاصة من الأطباء، تحاول ألمانيا الاستثمار أو الاستفادة من خبرات الأطباء، باعتبار أنه ألمانيا تحتاج إلى هذا النوع من الكوادر، ولكن المشكلة تكمن في موضوع اللغة. هنالك إمكانية في إيجاد تطبيقات أو ممارسات أو ممارسة خبرات في مجال اللغة الإنجليزية، لكن للأسف ألمانيا تحتاج اللغة الألمانية كمفتاح، فلذلك في صحيح. مجال ولكن تساعد أيضا بهذا الإطار، يعني في أكاديمية للاجئين تساعدهم نعم بموضوع اللغة. هنالك منظمات عديدة في ألمانيا، وكذلك هنالك أيضا مؤسسات ألمانية بدأت تعد هذه البرامج وتكون على شكل مجموعات، وهذه المجموعات تقوم بتأهيل يعني أساسي البيسك لانجوج بالنسبة إلى اللغة الألمانية، وبعد ذلك يتم يعني زجهم في موضوع نعم. سوق العمل. إضافة إلى ذلك أن الحكومة الألمانية سهلت موضوع ممارسة العمل نعم. ولم لا تربطه في موضوع الإقامة أو الحصول على اللجوء. نعم. شكرا جزيلا لك دائما على وجودك معنا. من بون الألمانية رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات سيد جاسم محمد.